عقب لقائه وزير خارجية اليونان. الرئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري بمنطقة الشرق الأوسط على أكثر من جبهة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غارته على أنحاء غزة ويعلن قتل نحو 60 فلسطينيا بالقطاع خلال الساعات 24 الماضية. مقتل 7 أشخاص على الأقل في سلسلة ضربات باكستانية على مناطق حدودية مع إيران ردا على تنفيذ طهران ضربات داخل أراضيها. العاشرة صباحا في القاهرة، مرحبا بكم في نشرة أخبار جديدة من النيل. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روتا على أن استمرار الحرب بقطاع غزة يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأكد الرئيس السيسي أيضا على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار بقطاع غزة. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه وزير خارجية اليونان جورج جيرابيتريتس من خطورة التصعيد العسكري بمنطقة الشرق الأوسط على أكثر من جبهة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية اليونان جورج جيرابيتريتس، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى السيد الرئيس، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومشيدا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، حيث حذر السيد الرئيس من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكدا أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف. وقد اتفق وزير الخارجية اليوناني مع الموقف المصري، مؤكدا أن الأزمة الحالية أكدت مجددا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط، كما تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل باعتبارها القضية المركزية في المنطقة والطريقة لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في القارة ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي والمناطق اللوجستية والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشددا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لزيادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد. ووجه سيادته بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الإفريقية.
في القاهرة أيضا قال وزير الخارجية سامح شكري عقب لقائه نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتس إنه يجب التوصل لقرار فوري يقضي بوقف إطلاق النار بقطاع غزة. العلاقات المتميزة واستكشاف أفق جديدة للتعاون بين القاهرة وأثينا كانت محور مباحثات وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس خلال مباحثتهما بالقاهرة في أول زيارة رسمية لليوناني بعد توليه مهام منصبه. بالتأكيد أنه العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية فيما بين مصر واليونان هي علاقات متشعبة ونعمل دائما على تطويرها. هناك عدد من المشروعات في مجالات السياحة، في مجال طبعا الربط الكهربائي، من المشروعات الحيوية والبارزة، في مجالات أيضا الاتفاق الذي تم صياغته بالنسبة للهجرة الموسمية والاعتماد المتبادل، والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري. لقد عقدنا مباحثات مطولة مع الرئيس السيسي وفخامته، دائما له وجهات نظر بناءة في كل الموضوعات، وفي الواقع أننا حاولنا أن نبذل المزيد. ومؤخرا مصر كان لديها العديد من الأمور المشتركة مع اليونان مما ينبئ ويجعلنا متفائلين بمستقبل مشترك بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي أعلن الوزيران أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والحاجة الملحة للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، خاصة في ضوء المخاطر المرتبطة بالتصعيد وانعكاساته الدولية والإقليمية. بالتأكيد أنه حجم الأضرار التي وقعت بالشعب الفلسطيني في غزة من قتل حوالي 24 ألف الآن، وعدد المصابين اللي بلغ فوق 60-70 ألف، 70% من المنشآت تم تدميرها، البنية التحتية، شيء غير مسبوق في إطار أي صراع وتأثر المدنيين الأبرياء. وتواجدي هنا خاص بالموقف في الشرق الأوسط، كلانا حاولنا نعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، فإننا نعرف أن الموقف هش للغاية ونحن بحاجة إلى التصرف سريعا، وأننا نشعر بالقلق إزاء الموقف الذي ينذر بالخطر في غزة، وكذلك احتمالية انتشار هذا الصراع في البحر الأحمر ولبنان. هذا وقد أعلن شكري عن عزم مصر على استضافة القمة الثلاثية القادمة بين مصر واليونان وقبرص. في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر واليونان جاء لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اليوناني بالقاهرة لتشهد المباحثات التوافق في الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتؤكد من جديد على حرص البلدين على دعم سبل التعاون بين القاهرة وأثينا. من داخل قصر التحرير، أمل صبري، النيل للأخبار. قالت المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة إنها أوقعت عشرات الجنود الإسرائيليين ما بين قتيل وجريح إثر معارك ضارية تركزت بشمال وجنوب القطاع. وفي حي الكرمة بشمال غرب مدينة غزة أوقعت المقاومة قوة إسرائيلية خاصة في كمين بأحد المنازل وفجروا بها عبوة مضادة للأفراد، كما استهدفوا في حي الكرمة وفي خان يونس 3 دبابات، منها دبابتان ميركافا بقذيفة الياسين 105. تعرضت مناطق في جنوب قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف، حيث تركزت العمليات في منطقة خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع. قوات الاحتلال قامت بقصف العديد من المنازل بخان يونس والتي تسبب في حجم واسع من الدمار، حيث أعلنت إسرائيل من قبل أنها تنوي تفريغ شمال غزة حتى منطقة خان يونس من السكان.
المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن القوات الإسرائيلية وسعت هجومها على خان يونس لاستهداف كتيبة لحركة حماس، مشيرا إلى أنه تم تدمير البنية التحتية لحماس بالمنطقة. وبعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال مقتل جندي وضابط وإصابة آخرين في معارك بقطاع غزة، وقعت اشتباكات عنيفة في محاور التقدم شمال قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال. حركة حماس قالت أيضا إنه تم السيطرة على طائرتين مسيرتين من نوع سكايلارك، وكذلك استهداف 4 دبابات من نوع ميركافا. وفي حي الشيخ رضوان تم استهداف قوى راجلة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعها بين قتيل وجريح. وفي حي الكرامة شمال غرب غزة تم استهداف قوى عسكرية لقوات الاحتلال في كمين داخل أحد المنازل، ما أسفر عن مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين. وردا على العدوان الإسرائيلي، قامت كتائب المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت مناطق بغلاف غزة. وتأتي تلك التطورات بعدما أعلنت حركة حماس عن شروط لإدخال الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيرة إلى رفضها أن تقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات التي ستنقلها. وكانت قطر وفرنسا قد أعلنت نجاح وساطة في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون. في القاهرة قال سفيان أبو زايدة وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق لقناة النيل الأخبار إن إسرائيل لم تنجح منذ 7 أكتوبر باستعادة أي أسير إلا بالتفاوض مع المقاومة الفلسطينية. عمليا إسرائيل لم تستعيد أسير واحد دون مفاوضات، ومن حاولت أن تستعيدهم دون مفاوضات استعادتهم عمليا جثث، وعندما حاولت أيضا تستعيد آخرين يعني لم تستطع، ولكنها تسببت في قتلهم. وبالتالي إسرائيل في ورطة في هذا المجال، لا تريد أن تدفع ثمن، وهو الثمن واضح. المقاومة قالت الثمن هو وقف العدوان بشكل كامل، ومن ثم الدخول في مفاوضات حول إطلاق سراح الأسرى مقابل أسرى فلسطينيين. هذا الأمر حتى الآن لم يحدث نتيجة خلافات حادة داخل كابينات الحرب الإسرائيلي الذي يختلف فيما بينهم على تحديد الأولويات. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له بشأن العمليات التي تمت على مدى الساعات 24 الماضية بقطاع غزة، قال إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 60 مسلحا فلسطينيا هناك. وأضاف البيان أن نحو 40 منهم قتلوا في منطقة خان يونس جنوب القطاع، إلى جانب مناطق أخرى في شمال القطاع. أكد منسق بمنظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في قطاع غزة خارج الخدمة، مشيرا إلى أن المصابين ينتظرون ساعات أو أياما لتلقي العلاج. وقال منسق الصحة العالمية إن الأوضاع في مستشفيات قطاع غزة مزرية، حيث ينتظر المرضى الموت بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات. وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في قطاع غزة تمكن من زيارة ستة من 16 مستشفى عاملا في غزة من أصل 36 مركزا طبيا كان يعمل في القطاع قبل اندلاع الحرب. في الضفة الغربية المحتلة استشهد 10 فلسطينيين إثر قيام جيش إسرائيل بشن هجومين بطائرتين مسيرتين تحت مزاعم أنهم يشكلون خلية إرهابية. في هجومين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة في الضفة الغربية المحتلة استشهد 10 فلسطينيين على الأقل في مدينتي نابلس وتركرم. كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح نعت 5 من أعضائها استشهدوا في غارة إسرائيلية بمسيرة في مخيم بلاطة بعد اشتباكات عنيفة داخل المخيم، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين في مخيم طول كرم. وفي الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال اقتحامات مناطق مختلفة في الضفة منها مدن الخليل ورام الله وبيت لحم، أفاد نادي الأسير الفلسطيني عن حملة اعتقالات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية بين الفلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية في الضفة، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين نساء.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد واعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات اقتحام للمدن والمخيمات، كما استشهد 350 فلسطينيا على الأقل بنيران جيش الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية. الرئاسة الفلسطينية وعلى لسان المتحدث باسمها نبيل أبوردينا قال إن مسلسل جرائم القتل اليومية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة هو حرب إبادة شاملة على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلة سياسات الإبادة والقتل والتدمير. شن الجيش الأمريكي للمرة الرابعة خلال أقل من أسبوع ضربات في اليمن على مواقع تابعة لجماعة الحوثي المدعومين. وأعلن الجيش الأمريكي أنه قصف في اليمن 14 منصة صواريخ كانت جماعة الحوثي قد جهزتها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر. جاء ذلك بعد ساعات على تبني جماعة الحوثي هجوما جديدا على سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية. من جانبها أكدت جماعة الحوثي في اليمن أنهم ماضون في استهداف الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر مهما حاولت الولايات المتحدة وبريطانيا منعها عن ذلك. وبدأت جماعة الحوثي منذ أسابيع استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر أو قرب مضيق باب المندب قائلين إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها. بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إدراج جماعة الحوثي في اليمن على قائمة الكيانات الإرهابية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال في بيان له إن وزارته أعادت تصنيف جماعة الحوثي ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفا خاصا. من جهته قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان إن التصنيف يعد أداة مهمة لعرقلة التمويل الإرهابي للحوثيين، فضلا عن زيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية ومحاسبتهم على أفعالهم. عقب القرار الأمريكي تعهد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام بمواصلة هجمات جماعته على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ في فلسطين المحتلة لمساندة مظلومية الشعب الفلسطيني. مؤكدا أن الحوثيين سيردون على أي ضربات جديدة تشنها الولايات المتحدة أو بريطانيا على اليمن. وفي عام 2021 ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيف الحوثيين على قائمة الكيانات الإرهابية بعدما أدرجتهم إدارة سلفه دونالد ترامب، فيما جاء قرار الإلغاء حينها ردا على مخاوف مجموعات إغاثة من أنها قد تضطر إلى الانسحاب من اليمن لأنها ملزمة بالتعامل مع جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من بينها العاصمة صنعاء. ويمنع التصنيف الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، كما أنه يتيح فرض عقوبات على مؤيديهم. أفادت مصادر إعلامية إيرانية بمقتل 7 على الأقل جراء إطلاق صواريخ من باكستان أصابت قرية حدودية في أقليم سستان وبلوشستان. جاء ذلك حيث شنت باكستان غارات جوية داخل إيران بعدما هاجمت طهران مواقع داخل باكستان. قالت إسلام أباد إنها أسفرت عن مقتل طفلين. وشددت الخارجية الباكستانية أنه لا تنازل عن حماية أمن البلاد القومي، مؤكدة أن القوات الباكستانية ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على حياة الشعب الباكستاني. هذا واستدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الباكستاني لتقديم توضيح بشأن الهجوم على أراضيها. طالب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحكومة الكويتية الجديدة عقب قيامها بأداء اليمين الدستورية طالبها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون. سابقة تاريخية تشهدها دولة الكويت بتعيين وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة،
مع إعلان التشكيلة الحكومية الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي اعتبر أن الإصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة المقبلة. في سابقة هي الأولى في تاريخ دولة الكويت، عين السفير الكويتي السابق لدى الأرجنتين عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية، وهو منصب كان يتولاه حصرا أبناء الأسرة الحاكمة. تتألف الحكومة الجديدة من 13 وزيرا، من بينهم 2 من الأسرة الحاكمة، هما الشيخ فهد يوسف الصباح وهو عميد ركن متقاعد تولى حقيبة الدفاع ومنصب وزير الداخلية بالوكالة، والشيخ فراس سعود المالك الصباح الذي كلف بوزارة الشؤون الاجتماعية ومنصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة، فيما تعد نورة المشعان المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة، وقد عينت وزيرة للأشغال العامة ولشؤون البلدية. أما النائب الشاب داود سليمان معرفي فيتولى 3 حقائب وزارية، هي شؤون مجلس الأمة والاتصالات وشؤون الشباب، فيما احتفظ 3 وزراء فقط من الحكومة السابقة بحقائبهم، هم وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري ووزير الصحة أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود المالك الصباح. تأتي الحكومة الكويتية الجديدة بعد نحو شهر من تسلم الشيخ مشعل مقاليد الحكم إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد الصباح عن عمر ناهز 86 عاما. ونذهب إلى اليابان، حيث ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان يوم رأس السنة الجديدة إلى 232 شخصا، في حين لا يزال 22 آخرون في عداد المفقودين. وأفادت مصادر محلية بأن عمليات البحث تجري على قدم وساق، إلا أن هطول الأمطار في المناطق المتضررة تعيق هذه العمليات، في الوقت الذي تساعد فيه وكالة السياحة اليابانية محافظة إيشيكاوا التي ضربها الزلزال في إجلاء السائحين خارج المناطق المتضررة من الزلزال بشكل يوفر ظروفا معيشية أفضل. وتقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادي، وهي واحدة من الدول التي تضربها الزلازل بشكل متكرر. ومحليا، تعقد المحكمة الدستورية العليا يوم السبت المقبل مؤتمرا صحفيا عالميا تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014. يحضر المؤتمر الصحي العالمي عدد من كبار رجال الدولة ورجال القضاء، إضافة إلى أعضاء لجنتي 10 و50 واضع الدستور. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 27 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية الكافور بمركز كومومبو بمحافظة أسوان. يذكر أن هذه القافلة التي يشارك فيها 17 من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقدم خدماتها لأكثر من 15,000 مستفيد. وختام النشرة دائما تذكرة بأهم العناوين. عقب لقائه وزير خارجية اليونان، الرئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري بمنطقة الشرق الأوسط على أكثر من جبهة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على أنحاء غزة، ويعلن قتل نحو 60 فلسطينيا بالقطاع خلال الساعات 24 الماضية. مقتل 7 أشخاص على الأقل في سلسلة ضربات باكستانية على مناطق حدودية مع إيران، ردا على تنفيذ طهران ضربات داخل أراضيها. نهاية النشرة، إلى اللقاء. ونتحول الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من موسكو. حدا بإجراء
المنتدى الدولي وبين الأحزاب المناوء للاستعمار الجديد، فماهية الاستعمار الجديد لدى الغرب ما تزال موجود في التصرفات، وخاصة تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها، وهذه الماهية تبقى كما كانت، وهي استغلال موارد الدول الآخرين لأجل تحقيق المصالح الخاصة والعيش على حساب الدول الأخرى. وهذا المنتدى سيكون مثيرا ومهما وحدثا مهما يجذب اهتمامكم. روسيا ستجري فعاليات دولية بما في ذلك مهرجان الشباب وكذلك ألعاب المستقبل، وهي عبارة عن جمع بين الألعاب الإلكترونية والفيزيائية، وهذه الألعاب ستجري في شباط في قازان، وكذلك ستجري ألعاب بريكس في شهر يونيو إضافة إلى الفعاليات الأخرى، وسنقوم بكل ما في جهدنا ليكون زوارنا وضيوفنا الذين سيحضرون تلك الفعالية بأن يشعروا بالروح الروسية وحسن الضيافة الروسية كما كان ذلك خلال مونديال كرة القدم في عام 2018. وفي الختام فإن الصحفيين يمكنهم طرح كل الأسئلة، والممثلي الوزارة الموجودين هنا بإمكانهم الإجابة، لذلك لا يمكن انتقادنا بأننا نتهرب من الإجابة على أسئلتكم. ونحن تابعنا مع حضراتكم جانبا من مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من العاصمة الروسية موسكو. متابعتنا مستمرة مع حضراتكم على مدار الساعة وعلى رأس الساعة. ألقاكم في موجز جديد لأهم الأنباء. في إلى اللقاء.